عندما نطرح سؤال الدين والحرية أو سؤال الحرية الدينية نعتقد أن الغرب كان كله حريات. لا، الحرية هي محصلة وليس شيء معطى سابقا أو مسبقا، وبالتالي فبالوصول إلى الحرية الدينية هناك خلط القتال كما يقال، هناك صعوبات كثيرة. لماذا؟ لأن الانتقال من مفهوم القرون الوسطى للدين إلى المفهوم الحديث للدين، أو كما يقول هانس كونغ اللاهوتي الشهير، البارادايم القروسي للدين لفهم الدين، والبارادايم الحديث أو التنويري لفهم الدين. ضمن عقلية القرون الوسطى لا يمكن لمفهوم الحرية الدينية أن يكون موجودا. ضمن مفهوم القرون الوسطى هناك دين واحد صحيح، بل وحتى داخل هذا الدين هناك مذهب واحد صحيح، كل ما عدا ضلال أو زندقة أو خروج على الخط المستقيم. إذا مفهوم الحرية الدينية ضمن عقلية القرون الوسطى غير موجود، لا يسميه كالأستاذنا أقول لا نفكر فيه أو المستحيل التفكير فيه. ونريد أن نطوي الصفحة السوداء السابقة بيننا وبينهم، صفحة العداء للقرون الوسطى. فإذا حتى الثوابت اللاهوتية الأكثر رسوخا يمكن التراجع عنها أو يمكن تعديلها. بعدين اعترفوا داخل المسيحية أن البروتستانتيين ممكن يكونوا على حق أيضا. لماذا نتهمهم بأنهم زنادقة أو مكفرهم؟ معلوم أن لوثر مؤسس البروتستانتية مؤسس صلاح الدين كفروا البابا، كفروا الكاثوليكيين، يمكن لحد الآن ما قصدوا أنه مفهوم الحرية الدينية غير ممكن الوجود إلا إذا خرجنا من منظور القرون الوسطى الذي يقول لا يوجد إلا دين واحد صحيح على وجه الأرض، وداخل هذا الدين لا يوجد إلا المذهب واحد صحيح وكل الباقي على ضلال. ينبغي أن نوسع عقولنا قليلا ونعتبر أن كل الناس الطيبين أيا تكن أديانهم ومذاهبهم، كل الناس الصادقين المخلصين الذين يحبون الخير هم من الفرقة الناجية أيضا. الحرية في دائرة المطلق هو عنوان سبب اختياري أنني أعتبر الحرية ليست من المطلقات. الحرية تدخل في دائرة النسبي لأنها ترتبط بالإنسان الفرد وبالتنظيم الاجتماعي، أي بالجماعة المنظمة. والجماعة المنظمة هي جماعة تتفق على قوانين لتدبير شؤونها، وما دامت هذه الجماعة موجودة في التاريخ فهي تخضع للسيرورة تجعل أن كل ما يتبرر فيها من قوانين وتنظيم اجتماعي وقيم روحية وجمالية تدخل في دائرة النسبي. لكن المعطى الديني يجعل أن الحرية تصطدم بدائرة المطلق، ودائرة المطلق تتعلق أساساً بالاعتقاد الموجود لدى عدد من الناس بأن الدين يدخل في إطار المطلق باعتباره نصاً ثابتاً، وبهذا ينزع النص من التاريخ. لكي يعتبر الدين معطاً مطلقاً لابد أن يفصل عن التاريخ ويؤخذ نص على أنه يمثل الحقيقة الميتافيزيقية الخالدة مباشرة، وهذا يجعل أن المتحدثين باسم النص يصبحون أيضاً ناطقين باسم المطلق، وهنا تحدث كل الخسائر التي يمكن أن نتصورها سواء في ماضينا أو في حاضرنا. المعطى الأول في المعتقد الديني هو الإيمان، ولكن الناس لا ينتبهون إلى أن الإيمان فيه مستويان اثنان، في الإيمان مستوى المطلق وفيه مستوى النسبي. الإيمان في المستوى المطلق هو أنه إيمان بحقيقة مطلقة واحدة ثابتة وراء المظاهر المباشرة والمرئية، أي الإيمان بالميتافيزيقا، وهذا يتعلق بمضمون مطلق. ولكن شكل الإيمان، نمط ممارسته في المجتمع، طريقة اعتناق الدين،
طريقة إقامة الشعائر الدينية، هذه كلها أمور تدخل في إطار نسبي وإن كانت دينية. ولهذا فدائر داخل دائرة المطلق نفسه توجد مجالات للنسبي، ما دون نتحدث في التاريخ وفي المجتمع وفي الدولة وفي السياسة وفي الثقافة، وهي كلها مجالات للنسبي. وقعت أمور في تاريخ الإسلام وتاريخ الفكر الإسلامي أدت إلى ما نحن عليه اليوم من التصادم بين المعطى الإنساني الكوني الذي هو الحرية، أن للإنسان الفرد حق الاختيار، وبناء على حقه في الاختيار له مسؤولية، تحمل مسؤولية هذا الاختيار، وبالتالي يمكن أن يحاسب على اختياراته التي هي حرة. وفي مقابل ذلك يوجد المعطى الديني الذي تحول إلى شأن سياسي، أي تحول إلى دولة. منذ بدايات الإسلام تحول الإسلام إلى دولة، وهو ما أسماه سي رشيد بن زيد لتاتيزاسيون دو لا ريليجيون، أي دولة الدين. كل المشاكل التي نعاني منها اليوم بما فيها معضلة الحرية في المجتمع الإسلامي آتية من عملية الدولنة هذه للمعطى الديني، لأن تحول الدين من اختيار شخصي للمعتقد إلى قوانين ملزمة للجميع وتخضر الجميع وتعاقب انطلاقا من فهم معين للنصوص. Le Coran est un objet de croyance et des enjeux de pouvoir, et lorsque vous faites ça, vous montrez les liens du pouvoir. Et lorsque vous êtes dans une société comme la société marocaine ou autre, c'est un peu plus difficile à lire, je dois le dire. Mais lorsque vous abordez ces questions-là, ben vous vous heurtez à des représentations imaginaires. Et Ahmed Assied sait de quoi je suis en train de parler. Cette liberté de la parole pour dire autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais comme les croyants ne font pas la distinction entre la croyance religieuse et l'approche historique, il voit très bien que finalement tous ces éléments-là sont en train de, je dirais, de faire vaciller un certain nombre d'éléments. Ce que Mohamed Harkoun a montré, notamment à partir des indépendances, c'est l'étatisation de la religion. Et quand vous faites de la liberté de recherche, vous touchez aux institutions. Et quand vous touchez aux institutions, vous avez tout un processus de violence. C'est lié, hein? À ce type de discours que nous disons, il est très difficile de pouvoir le tenir dans une mosquée. Pourquoi ? Parce que nous avons une représentation mythique avec l'ange Gabriel, le prophète et prophète avant l'heure, etc., etc. Simplement, ce que je vous invite, si, ne serait-ce que si vous vous inscrivez dans la tradition musulmane, regardez tous les passages mécois. À aucun moment, Mohammed n'est appelé Nabi ou Rasoul. Il appelait Sahibokom Mondé, c'est-à-dire qu'il remplit les fonctions de ce que peut remplir un homme tribal. C'est une fois qu'il est à Médine, à travers ce phénomène d'expulsion, de bannissement, alors que la tradition musulmane nous dit que Abu Bakr, avec lui, part en pleine nuit, que Ali remplace justement le prophète, et que lorsqu'il arrive à Médine, c'est par Al-Badru Alayna. Non, il arrive en tant que réfugié politique. Et en termes d'alliance. Et tout ça, c'est de la reconstruction. Et je voudrais aussi vous inviter à voir que, par exemple, l'ange Gabriel n'est cité que trois fois en fin de période de Médine. La tradition musulmane a tendance à le mettre depuis jusqu'à la fin. Tout ça, ce sont des reconstructions par les néo-convertis, qui sont des anciens juifs et des anciens chrétiens, qui deviennent musulmans et qui lisent le Coran en biblisant le Coran. Il y a un phénomène de biblisation du Coran. Autrement dit, lorsque le discours coranique rencontre les figures bibliques, il les coranise, c'est-à-dire qu'il les prend dans un processus de coranisation et les intègre dans sa propre perspective. L'Abraham du Coran est un peu différent de l'Abraham de la Bible. Mais deux siècles plus tard, c'est l'envers de la pièce, les néo-convertis vont construire la figure du modèle du prophète de l'islam et vont coraniser le corps, vont bibliser le corps. Pourquoi ? Parce que le Coran, ça ne leur parle pas. Ce n'est pas du tout leur imaginaire, ce ne sont pas du tout leurs représentations. Donc ils investissent leur mémoire dans le passé de l'islam. Et c'est pour ça que les musulmans et les États musulmans, nous n'avons pas encore une histoire
historique des origines de l'islam, nous avons une histoire sainte, sacrifiée et mythifiée.